السلام عليكم ورحمة الله. حبة الأطفال، اليوم موضوعنا شلون نرسم الخودة أو القلنسوة. الخودة أو القلنسوة هي اللي يوضعها الفارس على رأسه حق تحميه من السيف أو أي ضربة. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. احنا قلنا في البداية من قبل أن أي شكل لازم نرجع إلى الأشكال الهندسية، هذا كبداية، وبعدين الملامح من داخل تتغير. نبدأ أول شيء نسوي بهذه الطريقة، خط فوق، خلي لي خط هنا، نسكر خط هنا، بعدين هنا نرفع كذي خط، هنا خط. هذا الطريقة. اللي خطه هنا أيضا. طبعا هني نحي هذا ونقرب فوق شوي، هذا الخلفية بعدين نبدأ بالتفاصيل الداخلية. عادة قلنسوة يكون فيها هذا الشبك الحديد، يحمل الفارس أكثر وقت الضربات. نبدأ نلون الحين قلن سوا. نحتاج إلى اللون الرصاصة على أساس نبدأ اللون. نعطي شوي لون أغمق. نعيد عليه شوي بالرصاصين. نحاول ناخذ هني الشبك ده، نعطيه لون الرصاصة. نحاول لونه بحيث ان الخطوط الداخلية هذه ما تختفي. نحتاج الحين إلى اللون البني،
حق هذا الجزء اللي فوق. هذا الجزء اللون البني هذا نستخدم الأغمر. بقي شوي طلع الشكل. عندنا نحتاج إلى اللون الأخضر. نحتاج اللون هنا. هذا الجزء باللون الأخضر. نحتاج شوي اللون الأغمق حق يطلع الشكل. طبعاً نحتاج هنا إلى اللون الآن الأسود. ممكن أن نستخدم حتى الماجيكلر يعني، بس نحاول شوي ما يأثر وايد على داخل. الآن هذا الشبك نحاول نبين إلى داخل خطوط حق الدون يرجعون ظاهرين يعني. نحتاج الآن نعطيه شوي لون أغمق فوق هني على أساس لا يطلع بلون واحد.
على أساس يكون شكله أوضح. نقدر بعد نعطي هذا اللون شوي، نقدر نعطي هنا شوي ظل. الآن نحاول نعطي شوي الأرض لون. ويكون لون أغمق بعد. نقدر نعطي شوي لون الأحمر بعد. شوي اللون هنا أضمن.
شكل هذا نحتاج أيضا شوي من سماوي. مجرد لون خفيف. بهذه الطريقة يكون موضوعنا خلص. بشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. مع السلامة.